بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة جيم فور أو المباراة الرابعة لفرقتنا كرة الطائرة رجال اللي بتخوض بطولة أفريقيا في نسختها ال 45 والتي تقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. دي رابع مباراة لينا مع العدالة الكيني. المباراة ستقام في تمام الساعة 8 بإذن الله، يعني بعد حوالي نصف ساعة من الآن، والحقيقة الفرقتين بدأوا التسخين بالفعل. فرقة العدالة الكينية يعني من الفرق اللي وصلت في ميعادها وشاركت في ماتشاتها ومواعيد مباراتها في الميعاد. نتمنى كل التوفيق لفرقتنا النهاردة في البحث عن اللقب السادس عشر في التاريخ. بطولة فرقتنا واخدة الحقيقة 15 لقب في بطولة أفريقيا، وده أو البطولة دي المنافسات على اللقب السادس عشر كأكتر فريق على مستوى أفريقيا حاصد لهذه البطولة، يأتي وراها نادي صفاقس التونسي بست ألقاب. قبل ما نروح للمباراه فنيه وتحليليه مع ضيف اللي منورني في الاستوديو، لازم ارحب بكابتن محمود رؤوف نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن عيسو، منورنا. وطبعا انت يعني مش بعيد عن الفرقه، انت قريب جدا كنت معاهم ويعني وعاشرت الجيل ده وعارف قد ايه هم يعني بيجتهدوا وبيشتغلوا بشكل جيد جدا. كابتن خلينا نروح للمباراه، شايف المباراه النهارده ازاي؟ طبعا المباراه اللي فاتت باستثناء الفتح المغربي كانت مباراه متواضعه، وده خلينا نتكلم فنيا مع احترامنا لكل الفرق، ولكن شايف مباراه النهارده ازاي؟ هل هتكون افضل شويه من المباراه اللي فاتت ولا هتبقى تقريبا بنفس المستوى؟ لا طبعا زي ما حضرتك قلت، المباراه في المجموعه فعلا لسه المستوى مش عالي، لان طبعا كل الفرق في الاول بيبقى مش كل الفرق طبعا على نفس المستوى بتبقى في المجموعات، في ماتشات قويه ماتشات ضعيفه. لكن خلينا نقول ان فرقه كينيا دي هي افضل فرقه افريقيه في مجموعتنا، لو استبعدنا شمال افريقيا اللي هي فرقه الفتح المغربي. نعم، مستوى طبعا الكره الطايره اعلى في المغرب، ولكن الفرقه كويسه. انا يعني اتفرجت عليهم الماتش اللي فات اللي لعبوا المغرب، المغرب كسبوا 3-0. كان برضو يعني هم كده يعني غالبا هيجوا في المركز الثالث في المجموعه، فهنقول هم يعني افضل فرقه في مجموعتنا بعد الفريق المغربي. فمباراه لا هنتوقع 3-0 كان الجيمات كلوز ولا كانت فرق كبير؟ لا كان في جيم واحد مقفول والجيمين التانيين لا، يعني كان تمام. ففي فرق طبعا مستوى لصالح فرقه المغرب، لكن في نفس الوقت مش هنشوف الكره الطايره اللي هي لسه تتسم بالعشوائيه شويه زي اول مباراه او كده، لا او ماتش مثلا اسمنت الاثيوبي. لا فرقه منظمه فيها بعض اللاعبين كويسين، فهيبقى مباراه متوسطه ان شاء الله، يعني المكسب يكون حليفنا يعني بنتيجه سهله، لكن هيبقى مباراه فيها كره طايره كويسه. طب انت شايف يا كابتن المستر فرناندو هيلعب بنفس الشكل الفني اللي لعب قبل كده، وهو انه بيركز على 8 لاعبين فقط بيلعبوا المباراه؟ في مدربين في نوعين من فلسفه الروتيشن، في روتيشن لكل اللعيبه تشارك حتى لو هتشارك دقيقتين ثلاثه، وفي فكر ثاني انه يعمل روتيشن انه نصف الفريق ما يلعبش والنصف الثاني يتحمل المباراه بحيث انه ياخد جرعه فنية كاملة في المباراة. شايف النهاردة مستر فرناندو هيعمل اللي عمله قبل كده من هو بيخلي نص الفريق يشارك، ولا ممكن النهاردة نلاقي روتيشن أعلى بحيث ان احنا بنقرب من الفاينلز؟ لا بتهيألي النظام التاني اللي حضرتك قلت عليه هو المباراة الأولانية لعبها بالتشكيل تقريبا اللي هو الاحتياطي يعني. نعم. المباراة التانية بتاعت المغرب لعبناها بالفول تيم بتاعنا، رجعنا تاني المباراه اللي فاتت بتاعت الاسمنت الاثيوبي ولعبنا برضو بالتشكيل الاحتياطي تاني، والنهارده اعتقد يعني التشكيل الاساسي هو اللي هيبدا يعني. هو بيمشيها مباراه مباراه عشان بالزبط. يضمن دايما ابدا انت لما بتاخد جرعه تدريبيه بتاخدها كامله بالزبط. يبقى كاننا بنعمل ايه؟ بنعمل مباراه كامله، او بتتمرن تاخد جرعه كامله ويوم راح، جرعه كامله يوم راح، افضل كتير جدا ما تاخد جرعات صغيره على مدار الايام كلها مش هستفاد منها حاجه. انا شايف ان دي احسن طريقه. صحيح دي احسن، لان فعلا انت لما بتاخد ماتش كامل بتبقى بدنيا شعور الماتش بدني بتاخده كامل. نعم. بالاضافه كمان ان اعتقد ان هو كان عنده استراتيجيه برضو في تقسيم الماتشات، لان المباراه الثانيه والرابعه هي المباراه القويه للاهلي، يعني المباراه الثانيه كانت مع الفريق المغربي والرابعه مع فريق الكيني. نعم. اللي هو ثاني فرقه. نعم. بعد المغرب، فهو اعتقد قصد ان هو يخلي دايما الترتيب ده هو اللي ماشي صح، تاني ماتش بالاساسيين، رابع ماتش بالاساسيين، والمباراه الاولى والثالثه لعبهم بالتشكيل الاحتياطي. وعايز اقول برضو احنا مش عايزين نقول اساسي واحتياطي قوي دلوقتي خالص، احنا شفنا مباراه الدوري. صحيح. فرقتنا فعلا دلوقتي معظم اللعيبه في مستوى قريب جدا من بعض، في بعض فروقات الخبره، بعض فروقات طبعا بيحددها المدير الفني، لكن احنا معظم فرقتنا شاركت في مباراه نهائي الدوري، كان معظم ان فعلا انا متذكر كل المراكز كل اللعيبه شاركت، فمش عايزين برضو نقول قوي اساسي واحتياطي، لا احنا فعلا عندنا يعني سكواد دلوقتي في النادي الاهلي فعلا كل اللعيبه زي بعض، وده بحاجه بتطمننا ان شاء الله ان احنا عندنا دايما في اي مركز بديل واثنين، لو في اي لعيب مش موفق فيهم لا عندنا البديل ان شاء الله يقدر يعوض مكانه يعني. طب كابتن النهارده يعني
ده بالنسبه لفرقتنا. في معلومات عندك عن فرقه العداله الكينيه؟ يعني هل معلومات عن افضل لاعب، عددهم قد ايه، بيلعبوا لايه، هل هم مثلا بيتميزوا بطوال القامه مثلا اكتر، المعدين بتوعهم طوال ولا قصيرين، الليبروهات عامله ايه؟ يعني دي معلومات فنيه اكتر شويه كده. بص، هم عامه كينيا بوجه عام طبعا من البلاد المميزه بالاطوال، حائط الصد دايما بيبقى في الفرقه الكينيه بيبقى مميز. بالنسبة للفرقة دي هم عندهم اعتماد رئيسي على لعيبة مركز أربعة، ضاربين مركز أربعة، عندهم لعيب رقم 14 لعيب كويس اسمه موزز، أنا بتكلم على مستوى الضرب، لعيب مميز في الضرب. عندهم لاعب اسمه ليستر برضو رقم 2 في مركز أربعة، اللعيبة دي مميزين في الضرب لكن استقبالهم متوسط. واعتقد دي من مفاتيح الماتش النهارده النادي الاهلي، ان احنا لازم نركز طبعا بنضغط بقوه بالارسال على لعيب اللي هو رقم 14 بالذات، لان رقم 14 في الماتش مثلا بتاع المغرب مرفوع له 21 كوره مخلص 13، يبقى هو لعيب، هو بتاعهم، هو نسبته كويسه يعني. لعيب رقم 14. فده محتاجين لازم نلعب عليه السيرفات عشان نطلعه بره الهجمه بالظبط. في نفس الوقت نسبه استقباله 36%، ودي نسبه قليله جدا في مركز اربعه في الاستقبال، او يعني تحت المتوسطه. فدي فرصه ان احنا نضغط عليه طبعا بحيث ان احنا نوقفه. قراءه مظبوطه 100% الحقيقه، يعني انت بتقول كمان بالارقام وبتقول كمان بالرؤيه الفنيه بالظبط. اللعيب رقم 2 اللي هو ليستر ده برده هو احسن شويه في الاستقبال وبرده مميز في الضرب، لكن هو اعتمادهم الرئيسي على اللعيب رقم 14. ما فيش تركيز قوي اللعيب اللي هو الاوبوزيت يعني المقابل المعد اللي هو زي احمد صلاح كده في ملعب النادي الاهلي رقم 10. لعيب برده كويس يعني بترفع له مثلا ربع الرفع في الفرقه، نسبه مش عاليه، فهو الاعتماد الرئيسي اعتقد ان احنا لازم يبقى احنا عندنا دور مهم لاحمد صلاح وعبد الله في البلوك في مركز اربعه، مع بالاضافه طبعا لتوجيه السيرفات على 14 على اللعيب رقم 14 مهم جدا. والليبرو برده مش كويس يعني الليبرو او 14 هنقدر نبوظ رقم 14 يا كابتن من المباراه بالظبط، من التسخين هو ده اللاعب اللي كان بيتكلم عليه كابتن، وده لعيب برده من اللعيبه المهمه في منتخب كينيا، هو لعيب كويس يعني اسمه موزيس، ده من اللعيبه الكويسه في منتخب كينيا. لكن هو اسمه ورا اكواتي دي ولا ده مش اسمه، ده ايكويتي اللي هي العداله قصدهم. طيب خلينا يا كابتن استاذن حضرتك نروح لسلا حامد زميلتنا العزيزه من ارض الملعب صاله الامير عبد الله الفيصل، عشان كما عودناكم ننقل اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا سلا. تحياتي ليك طبعا يا كابتن هيثم، وبالتاكيد بضيفك الكابتن محمد رؤوف وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت طبعا يا كابتن هيثم، انا حاليا متواجده داخل صاله الامير عبد الله الفيصل طبعا داخل المقر للنادي طبعا عشان انقل لحضراتكم كل الامور هنا، وبالتاكيد استعدادات النادي الاهلي لمباراه اليوم، وتعتبر طبعا ختام يعني لدور المجموعات ببطوله افريقيا للكره الطايره رجال، وطبعا المقامه داخل النادي الاهلي وعلى صالات يعني النادي الاهلي من تنظيم ايضا اداره النادي الاهلي. بالتاكيد خليني اقول لك يا كابتن هيثم انه يمكن مستر فرناندو مونزو المدير الفني لفريق النادي الاهلي يمكن بيستعد مع الفريق بشكل طبيعي جدا زي كل مباراه، يمكن طبعا مباراه اليوم النادي الاهلي خلاص يمكن حسم تأهله لدور 16 من البطولة، ولكن طبعا استعد بشكل قوي جدا لمباراة اليوم زي كل مباراة الثلاث مباريات اللي فاتوا. طبعا النادي الأهلي لعب ثلاث مباريات حتى الآن ويمكن حصل على 9 نقاط، كل مباراة طبعا بثلاث نقاط، حصل على 9 نقاط بعد الفوز في الثلاث مباريات، دي المباراة الرابعة وخلاص يمكن زي ما قلت لحضرتك دي ختام دور المجموعات وآخر مباراة في دور المجموعات، وهتكون المباراة الرابعة بالنسبة لفريق النادي الأهلي أمام إكويتي من كينيا أو فريق العدالة من كينيا. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم انه طبعا برضو فريق النادي الاهلي مع مستر فرناندو مونزو استعد بشكل قوي جدا لمباراة اليوم. النهارده كان عندهم يمكن تمرين خفيف شويه لمده ساعه من الساعه 10 للساعه 11، يمكن طبعا التمرين ده او التمرين الصباحي ده بالنسبه لفريق النادي الاهلي كان الصبح على نفس الصاله صاله امير عبد الله الفيصل. يمكن قرر مستر فرناندو مونزو انه الفريق طبعا يتمرن لمده ساعه قبل المباراه، طبعا بالنسبه ليه لان مباراه اليوم تعتبر شويه يمكن مباراه في المتناول، يمكن طبعا فريق العداله او فريق ايكويتي من كينيا يمكن طبعا الفريق يمكن مش من الفرق يعني اللي بتقدم مستوى قوي جدا، فحب طبعا ان الفريق يمكن يتمرن النهارده الصبح، وكمان عمل محاضره فيديو او فيديو ميتنج مع جميع لاعبي النادي الاهلي، وكانت المحاضره في تمام الساعه 5:30 ده طبعا لما كانوا في فندق الاقامه قبل ما يجوا هنا لصاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان يمكن على الجانب الاخر يمكن فريق العداله او فريق ايكويتي من كينيا يا كابتن هيثم، خليني اقول لحضرتك يمكن طبعا الفريق يمكن وصل للقاهره متاخر وبالتالي ما لعبش الثلاث مباريات بتوعه، يمكن دي ثالث مباراه بالنسبه له، يمكن فاز في مباراه واحده وخسر مباراه، ودي ثالث مباراه
كده يمكن حصل على حتى الآن 3 نقاط في مجموعته، وإن شاء الله المباراة الرابعة هيلعبها بكرة لتحديد طبعا تأهله سواء لدور ال 16 أو هيودع البطولة طبعا من مرحلة دور المجموعات. يمكن دي طبعا سريعا يا كابتن هيثم كانت كل الأجواء هنا من داخل صالة أمير عبد الله الفيصل. طبعا أنا معاك يا كابتن هيثم لو في أي سؤال، والآن عودة مرة أخرى للاستوديو. سلا بشكرك شكرا جزيلا، الحقيقة كان يعني تخطيطك مميزة، يعني جاوبتنا على كل الأسئلة اللي إحنا كنا محتاجين نعرفها. وزي ما حضراتكم شايفين في خلفية سلا يعني كل اللعيبة بتتمرن، أو خلفية الشاشة كل اللعيبة بتتمرن، أو كل اللعيبة بتسخن بشكل كبير. الضرب ده يا جماعة بيبقى خلاص فاضل بتاع 10 دقايق أو 15 يعني دقيقة بالأكتر على انطلاق المباراة. كابتن محمود يعني النهاردة إحنا عندنا مباراة، بكرة راحة، وإن شاء الله نبتدي من يوم السبت دور الثمانية، فدور الأربعة دور الستاشر يوم السبت، دور الثمانية يوم الأحد، قبل النهائي الاثنين، النهائي يوم الثلاثاء. شايف مستر فرناندو محتاج يعمل ايه؟ هل مثلا النهارده دور الثمانيه هيبقى على نفس قوه المباريات دي، مش هيبقى فيه اختلاف، بس من اول دور الدور ال 16 من اول دور الثمانيه لا الامور هتبقى اصعب شويه. شايف هو محتاج ازاي كمدرب يوصل بفرقته للتوب فورم في الحد؟ المفروض يعمل ايه من هنا ليوم الحد؟ تمام. طبعا بالنسبه للمباراه دور ال 16 فعلا زي ما حضرتك قلت مش هتبقى قويه، احنا هنلاعب رابع المجموعه سي، وده اعتقد فرقه من بروندي مش قويه، فممكن نبتدي نتبع بالتالي لو ممكن نكمل بنفس الاستراتيجيه بتاعتنا لغايه قبل النهائي عادي، نكمل حتى لو قبل النهائي، حتى الدور يعني احنا دور ال 16 8 قبل هيبقى الدور بقى الماتش الجاي جه اللي هو ممكن نرجع مثلا نرجع بالتشكيل اللي لعبنا بيه المباراه اللي فاتت بتاعت الاسمنت الاثيوبي. تمام. بعد كده مباراه هنبتدي بقى التفكير من اول مباراه دور ال 8. لان اللي طبعا اكيد قبل النهائي والنهائي هيبقوا اعلى مستوى، فدول هنلعبهم اكيد بالفول تيم. تتوقع مين يكون في المربع؟ اتوقع في المربع انا شفت الفرقه كلها، اعتقد فرقه بورتو دولا بتاعه الكاميرون هتبقى في الدور الاربعه، بوسالم حامل بوسالم التونسي هيبقى في دور الاربعه، وفي فرقه الجزائر برضو اللي هي اللي كانت مع فرقه بوسالم مرديه بوسالم اللي هي وده تلمسان لا بليده، انا فرقه بليده دي اتوقع ان هي الثاني بتاع الكاميرون. الماتش ده كان قوي، كان 3-2. فرقه بليده دي اتوقع برضو ان هي هتكمل بليده الجزائر. اتوقعك ان دول هيكونوا في المربع الذهبي بالظبط، النادي الاهلي وفرقه بليده وفرقه تونس وبورتو دولا. اعتقد دول الاربع فرق، افضل اربع فرق انا شفتهم في البطوله. مستواهم مميز، منظمين، عندهم لعيبه كتير، عندهم سكواد، عندهم بنش كويس برضو في بعض التغييرات حصلت في المباريات، فاعتقد دي الفرقه المميزه اللي احنا هنقابلها. لكن بالنسبه لتوزيع الاحمال مهم جدا ان احنا عندنا ميزه مهمه جدا نستغلها، ان احنا فرقتنا كلها على يعني قريبه جدا في المستوى، فلازم نوزع الاربع مباريات بدايه من دور ال 16 لغايه النهائي باحمال يعني متساويه. مش هي يعني بتهيألي الفكره اللي هي ان انا لاعب ماتش كامل ولفريق وماتش كامل لفريق ممكن نغيرها شويه، نبتدي نشرك نص ونص عشان نحافظ على الريتم بتاع يعني مثلا ما يبعدش ما يسيبش لعيب يومين ما يلعبش واجي مثلا لعيبه في نص النهائي لازم يخش جوه اجواء البطوله، فلازم بدايه من دور ال 16 نبتدي نميكس بقى نخش نميكس بقى الفرقه، ان الناس كلها تشارك كل مباراه، يبقى كل الناس على نفس الريتم في المباراه. بس الموضوع صعب قوي يا كابتن، يعني انا قصدي اقول ان مستر فرناندو عنده مشكله كبيره انه عايز يجهز فرقته ويوصل بيها للمباراه دي بالتوب فورم في وقت المباراه مش جامده اصلا، فالموضوع صعب، الموضوع محتاج تخطيط ومحتاج تفكير، وهو اكيد في حيره من امره، لان انت النهارده تخاف توصل الفاينل تلاقي نفسك مش موجود، تلاقي لعيبه بعيده، فدي صعبه جدا. طبعا هي دي ده مع الاسف اللعيب الرئيسي لما لو البطوله بمستوى العام مش عالي قوي. نعم. بيبقى المشكله دي موجوده، ان انت مهما المدرب حاول ان هو يظبط الاحمال ما بين المباريات وما بين التدريب مش هتبقى زي فعاليه لما تكون بطوله على مستوى عالي من الادوار الاولى، يعني بتسهل على المدرب لان المباريات نفسها احتكاك، هو بمجرد بيحافظ على الاحمال البدنيه سواء في صاله الجيم سواء في المواعيد النوم. كابتن طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كمان بعد اذن حضرتك. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطيتنا المستمره للمباراه الرابعه في المجموعه الاهلي والعداله الكيني، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وقبل ما نستأنف طبعا الاستوديو التحليلي برحب بضيفي العزيز اللي نورنا في الاستوديو كابتن كريم جمعه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك واهلا بقناه النادي الاهلي. كابتن كريم قبل ما نروح للقوائم والفرق واللعيبه وكده محتاج اعرف رايك عن المباراه.
طبعا يعني دي اخر مباراه في الدور التمهيدي او دوري مجموعات للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي قدر ان هو يحقق العلامه الكامله في كل المباريات بنتيجه 3-0. يمكن المباريات كلها يعني متوسطه المستوى، ما ارتقتش للمستوى العالي لسه، يعني مجموعه يعتبر مجموعه متوسطه يعني. بس خليني اقول لك كابتن، بص يعني اللقطه دي لقطه جميله جدا، هنا تكريم طبعا الاستاذ محمد الضماطي رئيس اللجنه العليا وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، والكابتن مي عاطف عضو مجلس اداره ونائب رئيس اللجنه العليا المنظمه، وبتكريم بعض الرموز طبعا الكبيره في كره الطائره. لو حضرتك يعني انا طبعا اعرف مجموعه، اتفضل يا كابتن رؤوف. كابتن نور عطيه، كابتن رضا الغزالي، وكابتن محمد شعراوي، وكابتن توفيق سوري ايهاب فخر الدين، وكابتن خالد عباس، وكابتن محمد طلبه. انا ده اللي انا شفتهم، انا مش فاكر، ممكن اكون نسيت حد، بس دي الاسماء بصراحه اللي موجوده دلوقتي. يعني طبعا دي لفته جميله جدا من نادي الاهلي ومجلس ادارته، وطبعا كمان اللجنه العليا المنظمه، ان هو قبل كل مباراه بيتم تكريم مجموعه من نجوم النادي الاهلي في كره الطائره اللي ساهموا بشكل كبير في تاريخ الكره الطائره في نادي الاهلي بالارقام اللي احنا شايفينها دلوقتي. اكتر نادي محلي دوري وكاس، اكتر نادي افريقي ببطولات افريقيا، يعني ان شاء الله السنه دي نشارك في بطوله العالم كحامل لقب بطوله افريقيا. يعني قصدي اقول ان في اجيال كثيره ساهمت بشكل كبير في اسم النادي الاهلي في الكره الطائره، وحان وقت التكريم. فطبعا لفته جميله من اللجنه المنظمه بنشكرها عليها، ونتمنى ان شاء الله ان ده يبقى تقليد دائم على طول في تكريم رموزنا الحقيقه اللي ساهموا بشكل كبير. رايك ايه يا كابتن؟ طبعا يعني تكريم رموز الكره الطائره واساطير الكره الطائره دي لفته طيبه طبعا من اللجنه المنظمه للبطوله، ان انت تكرم اساطير اللعبه. يعني احنا كبرنا وتعلمنا من الاساطير دي طبعا، فدي لفته طيبه ان يعني توارث الاجيال، يعني اجيال بتورث اجيال. انا دايما بشوف ان النادي الاهلي عيله واحده. فطبعا ان انت بتكرم رموز الكره الطايره دي حاجه كبيره جدا، ولفته طيبه جدا من اللجنه العليا المنظمه للبطوله. فكره كويسه قوي ان انت دايما تتواصل معاهم وتخليهم يرجعوا للنادي تاني ويتكرموا جوه ناديهم اللي الحقيقه بذلوا المزيد من الجهد والعرق فيه. بالزبط. فدي لفته جميله. كابتن محمود رايك ايه في اللفته دي؟ طبعا فعلا انت عارف الالعاب يا كابتن هيثم اللي مش زي الكوره، مش زي كره القدم، وبرده حتى كره القدم طبعا ليها اسره كبيره جوه النادي الاهلي، بس نعم. الالعاب الثانيه يمكن اكتر، لان هي معظم اللي بيمارسوا الالعاب بيبقوا من اسره واحده. نعم. تلاقي الاسره بيبقى ليها اجيال جوه فرق النادي الاهلي، في سواء فرق السيدات فرق رجال. فاحنا في الاسره بتاعت الكره الطايره زي اسره كره السله وزي كره اليد بيبقوا قريبين جدا من بعض، احنا بنبقى عارفين بعض معرفه شخصيه. كل اجيال لعبه كره الطايره، انا يعني كل الناس طبعا اللي احنا اتشرفنا وكرمناهم النهارده، هتلاقي كل النادي الاهلي كل الناس اللي لعبت فيه عارفاهم، وعارفه يعني عارفاهم معرفه شخصيه، واحنا قريبين جدا من بعض في المناسبات في كل حاجه. فدي حاجه مهمه جدا، دي بتحافظ على الروح الحلوه اللي بتبقى جوه الالعاب الجماعيه وروح اسره الكره الطايره. احنا النادي الاهلي لما مثلا بنيجي نلعب مباراه نهائيه مع الزمالك، بتلاقي كل النادي موجود بعد ما بنكسب، احنا بنتكلم بعض كاننا اللي كنا بنلعب، او كاننا كنا في الجهاز، او كاننا كنا في الاداره. بيبقى الفرحه عامه والناس كلها فعلا. اذا هذا التكريم هو امتداد للي بيحصل جوه النادي من تواصل الاجيال واحترام الكبير والقدوه والاسطوره السابقه، فده استمرار لمبدا البيت الواحد او العيله الواحده او العيله الكبيره جوه النادي الاهلي، وده مش حاجه غريبه ولا تقليد جديد، هو متبع دايما. طب كابتن يعني خلاص بدات اللعبه تنسحب بسرعه من الملعب، ناخد قائمه الجهاز الفني واللاعبين قبل ما نروح لارض الملعب. اتفضل كابتن كريم. الاسباني فرناندو مونزو مدير فني للنادي الاهلي، محمد السيد مدرب عام، كابتن محمد الحسيني مدرب الفريق، عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، احمد محمد اسامه اداري الفريق، شادي فهيم محلل التقني، دكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق، اسلام محمدي موسى اخصائي العلاج الطبيعي، اسامه محمد ابراهيم اخصائي تاهيل، محمد شهير الدين مدلك الفريق، شريف محمد صلاح اخصائي اللياقه البدنيه. اشكرك يا كابتن كريم. كابتن محمود استاذن حضرتك، لو نقدر نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه الفريق اللي هي ثابته خلاص، احنا حفظناها مع بعض خلال ثلاث مباريات، ولكن لازم نذكر بيها الساده المشاهدين. اتفضل كابتن محمود. طبعا قائمه النادي الاهلي، كابتن الفريق كابتن عبد الله عبد السلام، معاه طبعا حسام يوسف في مركز الاعداد، وفي مركز 2 احمد صلاح طبعا وسيف عابد. بالنسبه لمركز 4 عندنا عبد الرحمن الحسيني واحمد عزب ومحمد عصران ويوسف الصافي من مركز 4. بالنسبه للميدل بلوكرز عندنا طبعا عبد الحليم عبو، وعندنا عبد الرحمن سعودي وحماده عثمان ومحمد محسن. بالنسبه لليبرو الفريق عندنا الليبرو طبعا الكوبي جارسيا اللي هو يوندر جارسيا. نعم. وعندنا محمد رمضان. اشكرك كابتن محمود. دي كان قائمه الفريق 14 لاعب هم القائمه
في الفريق، ملناش الحق استبدال اي لاعب اثناء البطوله. هم ال14 اللي ابتدينا بيهم، هم ال14 اللي هننهي بيهم البطوله. وسريعا هستعرض مع حضراتكم نتائج الثلاث مباريات السابقه في المجموعه. كانت المباراه الاولى مع جرين تيم الكونغولي وانتهت المباراه 3-0. المباراه الثانيه كانت مع الفتح المغربي بنتيجه 3-0 ايضا انتهت المباراه. والجوله الثالثه كانت امس مع الاسمنت الاثيوبي اللي وصل القاهره فجر اليوم امبارح وانتهى اللقاء بنتيجه 3-0. اكيد طبعا كل التوفيق لفرقتنا، وزي ما حضراتكم شايفين لحظات يعني وتنطلق المباراه، بيتلقى اللاعبون التعليمات النهائيه من الاجهزه الفنيه عند البنش عشان يبتدي، والحكام كمان يعني خلاص هتبتدي تتجه الى موقعها. انتوا عارفين طبعا ان احنا عندنا حكام يعني لاين او حكام خطوط، وايضا عندنا حكم الشبكه. خلاص كل من الحكام رايحين يعني في اماكنهم لحظات وتنطلق المباراه. خلينا نطير نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل ومعلقنا الكابتن اسامه ابو زينه عشان يرى لحضراتكم احداث المباراه الاهلي والعداله الكيني. فالى هناك.